الصور التي وصلتنا الآن، هذه الصور كانت قبل قليل لآثار الدمار الذي نشاهده على الشاشة بعد استهداف دقيق لمبنى في منطقة بئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية. قالت هارتس بأن هذا الهجوم الهدف منه هو اغتيال القائد العسكري في حزب الله علي الكركي. طبعا هذا هو الشخص الذي يقود جبهة الجنوب في لبنان، وهو من الشخصيات البارزة التي ذكرتها وذكرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة كهدف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، محاولة لاغتيال علي الكركي القائد العسكري الذي يقود جبهة الجنوب في لبنان. محاولة الاغتيال هذه تأتي بعد اغتيال فؤاد شكر واغتيال القائد أيضا إبراهيم عقيل. الآن محاولة لاغتيال علي الكركي، لا تأكيد من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة إن كانت هذه العملية قد نجحت أم لا، وليست هناك معلومات دقيقة أيضا من حزب الله، لم يصرح حتى اللحظة حول هذا الاستهداف. إذن استهداف إسرائيلي لمنطقة بئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية، نتابع آثاره على الشاشة. من هون صبر العبد، صبر العبد، لأنه الدخنة طلعت من هونيك. هاي تحت البيت عنا، هاي تحت البيت عنا يا جماعة. إذن بئر العبد هي المنطقة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال في ضاحية بيروت الجنوبية. الهدف كان علي كركي مسؤول منطقة الجنوب. صبر العبد لأنه الدخنة طلعت من هناك. هاي تحت البيت عنا، هاي تحت البيت عنا يا جماعة. هذه الصور التي وصلتنا من بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قليل.